أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد تقرير جديد لمؤسسة ميد إنسايت الاقتصادية أن مملكة البحرين سجلت أرقاما قياسية هذه السنة في قيمة وأنشطة المشاريع الممنوحة في السوق المحلية، مدعومة باستثمارات جديدة ومصادر دخل قوية مكنتها من مواصلة الإنفاق على المشاريع رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية السائدة. وقد أوضح التقرير أن مملكة البحرين استطاعت تعزيز وضعها بفضل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي واستمرار الزخم الإنفاق الحكومي في أبرز مشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع بحسب التقرير أن تبلغ قيمة العقود الممنوحة في عام 2016 في سوق مشاريع دول مجلس التعاون 120 مليار دولار، محققة انخفاضا بما لا يقل عن الثلث مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2015. مشاهدينا، قبل شهر واحد على انتهاء السنة بلغت قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي الست 96 مليار دولار مقارنة ب 177 مليار دولار من الصفقات المعقودة في العام الماضي. ويرجع هذا الانخفاض الكبير في العقود الاستثمارية نتيجة خفض الحكومات انفاقها بشدة على المشاريع، وذلك نتيجة تدني ايراداتها، مما يجعل مملكة البحرين تغرد خارج السرب عن حيث النشاط الاستثماري والتجاري. في خبر آخر، أعلن بنك الخير عن حصوله على موافقة البنك المركزي الباكستاني لبيع حصته من الأسهم في بنك برج إلى بنك البركة باكستان المحدود التابع لمجموعة البركة المصرفية. وتأتي عملية البيع بعد الإعلان الذي صدر مطلع سبتمبر الماضي عن موافقة المساهمين على اندماج بنك برج الباكستاني وبنك البركة باكستان المحدود، والذي سيتمخض عنه مؤسسة بأصول إجمالية تصل إلى أكثر من مليار دولار. وقد وافق البنك المركزي الباكستاني على عملية الدمج وأصبحت سارية المفعول ابتداء من 31 أكتوبر 2016. وكان بنك الخير قد استحوذ على حصة قدرها 22% في بنك برج الباكستاني في منتصف عام 2006 لترتفع في عام 2009 إلى حوالي 38%. جدير بالذكر مشاهدينا بأن بنك الخير كان مالك الحصة الأكبر من أسهم بنك برج الباكستاني قبل إتمام صفقة البيع، هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بنسبة تصل إلى نحو 34% من الأسهم. ويقدم بنك برج الذي يتخذ من مدينة كراتشي في باكستان مقرا له مجموعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وفي خبر آخر مشاهدينا، نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.